الفني. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، لسه معانا اخبار محليه وعالميه نشوفها. يلا فيتو، اتحاد الكره يشترط موافقه جميع الانديه لفتح الاستبدال. اليوم السابع، السوبر المصري يمنع المنتخبين من معسكرات في فبراير. 1-3، حسام البدري يحضر مباراة الأهلي وبلاتيني وزيمبابوي من المدرجات. سوبر كور، شوقي غريب، 15 لاعبا جديدا في الدوري يستحقون الانضمام لقائمة طوكيو. صدى البلد، جلوب سوكر 2019، محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة الأفضل في العالم. الوطن سبورت، بعد أزمته مع كلوب ليفربول يوضح سبب تغيير صلاح أمام ليستر سيتي. الشروق، جوارديولا تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم غير واقعي. في الجول، تقرير ريال مدريد يستعد لضم لاعب وسط نابولي. سبورت 360، ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع بوجبا. يلا كورة، تقارير، فيدال يقدم شكوى ضد برشلونة.